التقاليد العشائرية التي تشوهت بعد عام 2003 كما هو حال المنظومة الاجتماعية في العراق التي عانت التشويه، كذلك انعكست على النسيج الاجتماعي وفطرة الإنسان في تقديم واجب المساعدة للشخص الذي يحتاجها. هذا الأمر جعلنا نشهد حالات كثيرة مؤخرا تنعدم فيها المساعدة للمصابين جراء حوادث السير خوفا من الملاحقة العشائرية أو ما يسمى بالعراق الفصل، بعد أن تحمل الكثير من المسعفين مسؤولية مقتل المصاب من قبل عشائر الأخير. حالة في بغداد قبل أيام صورها مواطنون تبين خوفهم من إنقاذ شخص ينازع الموت بسبب حادث مروري، والسبب كما ذكرنا خوفهم من الملاحقة العشائرية. السلام عليكم إخوان، هسا حالياً بيه ساعة، حالياً هسا ساعة ما يقارب فوق الوحدة، وحادث، هذا حادث بالشارع، شفنا هذا الرجل مدعوم وما يعني ما أعرف، حادث مدعوم وقاعد حالياً قاعد يشكر، والناس واقفة أصحاب الوجدان وأصحاب الضمائر الحية تخاف الشيلة، تخاف من الأعراف العشائرية، تخاف. شوفوا هذا حالة وهذا وضعه، الناس تخاف من الأعراف العشائرية، يقول لك خاف أشيله وأتحمل مسؤولية، أنا خاف أسعفه وتأخذني العشائر، يقول لي أنت اللي قلبته، هاي دراجته موجودة وهاي الناس من ثمه. نطالب من هذا المكان شيوخ العشائر والعشائر بصورة عامة أنه اللي يسعف له رجل عدة حادث أو حادث لا يتحمل العشائر، لا تحمله عبء ولا تحمله مسؤولية. الله يرضى محمد، هاي الناس، شوف الشباب، الناس واقفة وتخاف، عمي تخاف ما تشيله لأنه تخاف من زور العشائر وظلم العشائر والسنائن الدخيلة على العشائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أخوك ليش ما شيله؟ عمي ما شيله، خاف ليش؟ شنو المشكلة؟ أول ما راح المستشفى يسجنوني. ها؟ أول ما راح المستشفى يسجنوني.